والساعة 11:01 بتوقيت الجزائر. طبعا كان حديثي هذا المفروض أن يكون كما أخبرتكم هذا المساء عن زروال، ما له وما عليه ورأينا فيه، خاصة بعد أن طرح اسمه بشدة في الساعات الماضية على أنه قد يختار لإدارة مرحلة انتقالية بشكل أو بآخر. لكن هناك تطورات أخرى حدثت بعد ذلك، حدثت في 3 ساعات الماضية تقريبا، قبل 3 ساعات صدر بيان عن الجيش، عن قائد الجيش، وجاء في ملخصه، سأقرأ لكم بعض النقاط التي جاءت لأنها مهمة جدا ستفيدنا في هذا الحديث. يقول البيان من أنه عقد اجتماع ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش مساء اليوم السبت 30 مارس، أي يعني قبل ساعات، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات، قوات هنا نتحدث عن القوات البرية البحرية، قائد الدفاع الجوي وقائد القوات الجوية وقائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، يعني أهم 6 شخصيات عسكرية في البلاد. يبدو أنهم لم يستطيعوا أن ينضم إليهم باقي قادة القوى، قادة النواحي 5 الآخرين، فلم ينضموا لأنه يبدو أن هذا الاجتماع واضح أنه جاء بسرعة كثيفة. ويضيف من أنه هذا جاء في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني على وجه العموم ولدراسة التطورات الأوضاع السائدة في بلادنا بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور على وجه الخصوص. وجاء في البيان يندرج اجتماعنا في هذا الإطار كذا إلى آخره، ثم أضاف: وكما تعلمون لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملات شرق كذا إلى آخره بتطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق وفقا للمادة 28 من الدستور. الآن هنا قايد صالح في هذه البيان يرجع إلى مادة أخرى في الدستور هي المادة 28 التي تتحدث عن دور الجيش. كما أكد أن هذا الاقتراح يندرج حصرا في الإطار الدستوري بعد الضمانة الوحيدة الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها، يضيف البيان. كما أكد أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب في هذه المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف، وهنا ندخل في جو آخر من هذا البيان، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا الحسنة، ذوي النوايا السيئة، تعمل على إعادة مخطط، على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة. يضيف البيان: بالفعل فإنه بتاريخ 30 مارس، هنا يعطينا وقائع معينة، واقعة أساسية. 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور. ويضيف قايد صالح: على ضوء هذه التطورات يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا، بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7، 8، و102. هنا شيء جديد وجديد جدا في الموقف، في موقف جنرالات الجيش، مضيفا أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي الذي يعد خطا أحمرا فهي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية. انتهى البيان. هذا بيان خطير، بيان خطير يتحدث عن
عن مؤامرة، عن مؤامرة، عن مجموعات وعن أشخاص معروفين، قال أنه سيسميهم فيما بعد. لكن قالت الشروق سمت هؤلاء الأشخاص. قبل أن أعود إلى قناة الشروق والأشخاص الذي سمتهم، البيان يتميز بأنه يريد أن يتحدث على أنه في إطار الدستور، أن قايد صالح وجنرالات الجيش يتحركون في إطار الدستور، أنهم لا يتحركون فقط في إطار المادة 102 كما اقترح يوم 26 مارس، وإنما أضاف لها المادة 7 أو 8، والمادة 7 أو 8 حتى نفهم عما يتحدث، المادة 7 تقول، هذا معي الدستور، تتحدث الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب وحده، والمادة 8 السلطة التأسيسية ملك للشعب. هذا تطور مهم في موقف جنرالات الجيش، أنهم يعترفون الآن أن ليس فقط المادة 102 وإنما أضافوا لها المادة 7 و8، أي أنهم حسب هذا البيان يعيدون السلطة إلى الشعب. هذا كان مطلبنا ومطلب كل الأحرار ومطلب كل المنتفضين ومطلب كل المتظاهرين، وهو أن الشعب يأخذ السلطة بين يديه. والمادة 8 السلطة التأسيسية ملك الشعب، هذا أيضا اعتراف أو تبني لأحد أهم المطالب، وهو أن يقوم الشعب بإعادة تأسيس السلطة بكل معانيها بما فيها السلطة التأسيسية، أي بما فيها بناء دستور جديد. لم يتحدث عن مواد أخرى مهمة، لكن هذين المادتين في الحقيقة بالغة الأهمية. الآن بعد أن يتكلم على هذا، يتحدث عن المجموعة التي سماها أنها عقدت، أنه بالفعل بتاريخ 30 مارس أي اليوم 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102. الآن وجدنا أن قناة الشروق التي هي الآن واضح أنها ناطق باسم جنرالات الجيش ذكرت قبل قليل أن اجتماعا ضم الفريق المعزول توفيق قائد المخابرات السابق لمن يعرفه لمن لا يعرفه، والجنرال ماجور طرطاق بشير طرطاق قائد المخابرات الراهن، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والحاكم باسمه منذ سنوات، وأضيف لهم أن حسب قناة الشروق أن الفرنسيين كانوا مجتمعين معهم. إذن دخل طرف خارجي الآن وليس طرف خارجي عادي، إنما هم الفرنسيون دخلوا على الخط حسب الشرح الذي جاء في قناة الشروق. هناك معلومة أخرى الآن أن قوات الدرك الوطني تنتشر في العاصمة بشكل كامل، كما أن هناك قوات خاصة قد انطلقت من مختلف المدن خاصة من بسكرة وتصل في هذه اللحظات التي أحدثكم فيها تصل إلى العاصمة وتقف في بعض المراكز الحساسة للبلاد. يتم توزيعها الآن في هذه اللحظات في المراكز الحساسة للبلاد بما فيها التلفزيون، مقرات الحكم إلى آخره. إذن نحن أمام صدام واضح وشرس بين أجنحة الحكم. لمن يتابعني منذ سنوات تحدثت عن الصراع الأجنحة، وربما حتى كاد يقول الكثيرين من أنني أبالغ ومن أنه هذا ليس صحيح وإلى آخره، هذا كلام آخر. لكن دائما شرحت للناس أن هناك 3 أجنحة تحكم البلاد: جناح الرئاسة ويقوده سعيد بوتفليقة ومعه آخرون، وجناح المخابرات ويقوده الطرطاق بشير طرطاق قائد المخابرات، وجناح القيادة قادة الجيش أو أركان الجيش ويقودهم القايد صالح. حتى 22 فبراير بل حتى 8 مارس كانت هذه الأجنحة متصارعة فيما بينها لكنها متفقة إجمالا على العهدة الخامسة. ابتداء من 22 فبراير بدأ يدخل بيناتهم بعض الشكوك. في 8 مارس
بعد تلك الجمعة التي خرج فيها على بعض المصادر أكثر من 20 مليون كان واضح أن هناك انقسام، وأن الانقسام وأن قيادة الجيش بدأت تتملص من العهدة الخامسة. كانت هناك كما تعرفون مقترحات بتمديد العهدة الرابعة بكذا إلى آخره، لكن الشعب كان يخرج ويرفض كل ذلك. الآن يوم 26 مارس الماضي أي الثلاثاء الماضي طلع قايد صالح من ورقلة وقال من أنه سيمضي في المادة 102. كان رد الفعل الشعبي أن المادة 102 قد تجاوزها الوقت، قلناها عدة مرات، قالها كثير من الأحرار المعارضين أن المادة 102 تجاوزها الوقت، وأنه إذا كان يجب تطبيق الدستور فإن هناك مواد أخرى ابتداء من المادة 7، 8، 9، 10، 11، 12 يجب أن تعترفوا بها وأن تطبقوها. يوم الجمعة هذه خرج الملايين من الجزائريين ليرفضوا المادة 102 ويطالبوا بتطبيق الدستور كلية أو وضعه جانبا والاعتراف بأن هناك شرعية شعبية التي هي فوق كل دستور، فوق كل قانون، فوق كل شيء، الإرادة الشعبية يجب الاستماع إليها. طبعا بالنسبة لقايد صالح والجنرالات الذين معه حتى مساء أمس كانوا يتحدثون عن المادة 102 فقط. كنا نعرف وربما قلت هذا في ثنايا حديثي من أن هناك خلافات وخلافات شديدة ما بين سعيد بوتفليقة الذي أرسل بن صالح إلى تونس، وكأن حديث 102 ملغى، وقلنا بأن هذا نحن نتجه إلى صدام، وها هو الصدام قد وقع الآن. الآن قناعتي أنهم في هذه اللحظات يلقون القبض على الأشخاص الثلاثة الذين ذكرهم بالاسم: طرطاق، الجنرال طرطاق قائد المخابرات، الفريق السابق محمد مدين المدعو توفيق قائد المخابرات السابق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس. واضح أن هذه الأشخاص الثلاثة ليسوا هم فقط، مرتبطين معهم مجموعات أخرى، شقاء الرئيس، كبار ناهبي رجال الأعمال، ويحيى ومن شابهه، كل الوجوه العصابة المدنية. هل يذهب الاعتقال إلى كل هؤلاء؟ ربما غدا صباحا أو هذا الفجر أو بعد ساعات نعرف من هم الذين يعتقلون في هذه اللحظات بالذات. الخطير في الأمر هو أن حسب الشروق التي تتحدث الآن باسم قائد الجيش، حديث واضح عن تدخل فرنسي وعن اجتماع فرنسي مع هؤلاء. هذا أمر بالغ الخطورة. نحن نعرف أن هناك تدخلات خارجية ليس من فرنسيين فقط، ولكن أن يصل الحديث إلى الإعلان عن ذلك بشكل شبه رسمي، وفي البيان يتم الحديث عن لم يذكر بيان قايد صالح الفرنسيين، ولكن الشروق ذكرت ذلك. نريد، أعتقد أن مطلب الشعب الجزائري أن تكون هناك تفاصيل دقيقة لهذا الاجتماع، ماذا جرى فيه، من حضر حقا، من هو الطرف الفرنسي، أو من هم الشخصيات الفرنسية الذين حضروه، أو الشخص الفرنسي الذي حضره، وهل هناك شخصيات أجنبية أخرى غير الفرنسيين. هذا بالغ الأهمية. نحن هنا لا نتحدث الآن عن نهب مال، عن خطف كذا، نحن نتحدث عن تدخل خارجي واضح وتعلن عنه قيادة الجيش. ما هو الموقف في الحقيقة في هذه الظروف وفي هذه الأوضاع؟ شخصيا وأعتقد أن هذا أيضا هو موقف حركة رشاد وموقف الكثير من الجزائريين، شخصيا كنت طالبت منذ الأيام الماضية بعد أن أعلن قايد صالح عن المادة، تطبيق المادة 102، قلنا له أن المادة 102 تجاوزها الوقت، وأنه إذا ذهبت إلى تطبيق الدستور فإن المواد تأخذ بها جميعها،
وأن عليك أن تعترف بحق الشعب في تقرير مصيره. ولكي تعترف بحق الشعب في تقرير مصيره، فإن من بين المواد الأساسية هي المادة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر والثاني عشر. كل هذه المواد يجب الاعتراف بها والاعتراف بها تماما. وشخصيا دعوت الجنرالات وقلت أن الشعب الجزائري قد ينظر لكم بكثير من الإيجابية إذا قمتم بإلقاء القبض على العصابة المدنية. العصابة المدنية التي قامت بتخريب البلاد بشكل بشع جدا، ولكنها تستمر أيضا في تحويل الأموال وفي نهب الأموال بشكل كبير. وكنت طالبت جنرالات الجيش بأن يوقفوا يعني بليستيان لانتردكسيون سورتي العصابة المدنية. إذا حدث هذا، ويبدو أنه يحدث في هذه اللحظات، فأعتقد أن الموقف هو أن يكون مع هذه الخطوات، خاصة بوجود عنصر أجنبي يتدخل مباشرة في الأحداث، أن نكون مع هذه الخطوات، لكن ليس بديكارت بلونش. على قايد صالح والجنرالات الذين معه أن يثبتوا ولاءهم بشكل كامل، وأن يعلنوا من أنهم في خدمة الشعب الجزائري وحده، وأن استمعوا إلى مطالب الشعب الجزائري بتغيير النظام تغييرا شاملا كاملا، وأنهم هم سيلتزمون بعد أن يمهدوا ويسهلوا عملية انتقال السلطة إلى ممثلي الشعب المؤقتين، يلتزموا بدورهم العسكري والعسكري وفقط، وأن يكونوا من الخلف ضامنين لإرادة الشعب ولما يريده الشعب. هذا هو موقفنا، وسننظر في الخطوات نقطة نقطة. سنساند كل خطوة تهدف إلى استقلال الجزائر، إلى رفض التدخل الخارجي فيها، إلى إعادة الكلمة للشعب الجزائري بتقرير مصيره، إلى توقيف هذه العصابات المجرمة، وإلى اتخاذ إجراءات ثورية حالية. الشعب الجزائري الآن في حالة ثورة ضد هذه العصابة. إذا التحق به جنرالاته فهذا أمر رائع وجيد ونسانده، لكننا لا نعطي كارت بلونش ولا نعطي موقف مفتوح في المطلق، إنما هي حسب الخطوات حتى لا نجد أنفسنا أمام طغمة عسكرية تحكم البلاد. على الجنرالات البلاد أن يفهموا جيدا أن دورهم هو حماية البلاد كما يقولون في بياناتهم، وأن يكون هذا حقيقي وفعلي وليس كلام للاستهلاك، وأن يبدأوا من الآن في البحث أو في التفاوض مع من يمثل الشعب الجزائري لتسليم السلطة، وليبدأ هذا الممثل في مرحلة انتقالية وفق خطة طريق كنا أعلنا عليها وموجودة في أرضية وقعنا عليها. إخواني، هذا تدخل لا أريد أن يكون أطول مما هو عليه الآن. سأرجع إليكم إذا لزم الأمر في الساعات القادمة، وسنتابع معكم تطورات الأحداث شيئا بشيء، لكن لحد الآن يجب أن نركز ونشدد على وحدة الجيش، وعلى أن يبقى تحت قيادة واحدة، وعلى أن تكون هذه القيادة في خدمة الشعب وللدفاع عن مصالح الشعب والوطن وليس شيء آخر، وأن تفهم جيدا أنها في النهاية ستسلم السلطة للشعب وتذهب للقيام بمهامها العسكرية كما ينص على ذلك الدستور والمنطق والعقل. سأبقى معكم في تواصل دائم. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.